ضجة كبيرة أشعلها مقطع فيديو في السودان، مع أنه الفيديو نفسه متصور في إريتريا. والمقطع بيظهر فيه رجل أمام قبر محمد أحمد سرور، أحد عمالقة الفن والإبداع في السودان. الشخص اللي شفتوه رجل سوداني، كان واقف عند قبر الفنان السوداني محمد أحمد سرور اللي بيعتبر عميد الفن السوداني، وتوفي عام 1947، وكان جالس بيغني كلمات أحد أغاني الفنان الراحل الشهيرة، وبيستخدم آلة الرق اللي برضو كان مشهور فيها الراحل. ويبدو من المقطع أنه كان معاه شخص آخر وبيصوره. المقطع انتشر من هنا واشتعل طبعا الجدل من هنا. ناس شافت المقطع في انتهاك لحرمة الميت، وأنه ما يصير الغنى في المقابر، وبما أنه متعب نفسه ورايح يزور قبره في بلد تانية كان لازم يدعي له أو يقرأ القرآن، مو يوقف ويغني. وفي ناس تانية شافت أنه ده عادي، رجل كان بيحيي ذكرى الراحل عبر فنه اللي قدمه. وفي ناس ثالثة قالت أنه الجماعة الغنى الجنائزي هذا معروف كعادة أو كعادة عند السودانيين في التراث على النحو السائد في المناحات والمراثي والأغاني الجنائزية، وأنه عادي ما فيها شيء. بغض النظر عن الغناء وعن تباين الآراء اللي صايرة، فحقيقة يعني ملفت في القصة وفاء الرجل، لأنه نحن بنتكلم عن فنان توفي سنة 1947، يعني بنتكلم عن 77 سنة، وفوق كل هذا متعني ورايح بلد تاني أصلا يعني عشان هذه الزيارة كلها. لكن على العموم، بعد الجدل الكبير هذا، انتشر على واتساب في السودان فويس نوت لرجل قال إنه هو الظاهر في الفيديو وبيرد على الجدل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أيوب محمد الحاج الذي غنى على قبر الحاج محمد أحمد سرور. زرت قبره بأسمرة، رفعت له الفاتح وترحمت عليه وقرأت سورة الإخلاص 11 مرة وأهديتها إلى روحي، سائلا المولى أن يغفر له ويسكنه الفردوس الأعلى. ثم غنيت أغنية للتوثيق ولأكون أول من غنى على قبر سرور. ماذا في ذلك؟ قامت الدنيا وقعدت